ننتقل الآن إلى الأخت زينب نعم أبو معك. الخير، وهي مواطنة أردنية وأخت المعتقل في السعودية حسين أبو الخير المحكوم بالإعدام، سوف تتكلم عن هذه القضية. تفضلي أخت زينب. يسعد مساكم الجميع. Good evening for everyone. أنا زينب، زي ما أنت عرفتني زينب أخت المنتهكة حقوقه حسين أبو الخير. حسين أبو الخير معتقل من 2014، من أيار 18 أيار 2014 للعام 14. كان هو رايح على شغله بالسعودية، اكتشفوا أنه هو عنده مخدرات بسيارته. طبعا اعتقل لمدة بسلع بالحدود، على الحدود السعودية بين الأردن والسعودية. اعتقل على الحدود بمحافظة حقل ل 12 يوم، تعرض خلالها لأشد أنواع التعذيب والتنكيل، التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي. علق من قدميه ورأسه إلى الأسفل. كانت آثار التعذيب واضحة عليه حتى بعد سنة، مرور سنة على سجنه. بعد اعترف مرغما لأنه كاد أن يفقد حياته. فكان عندهم كليشيه أو فورم معين أنه لازم يتوقع عليه، وبعدين يعني هو كان يفكر أنه ممكن بس يوصل للقضاء أمام المحكمة ويكون في قضاء نزيه وعادل وينصفه ويحكي لهم شو اللي صار معاه. هو ما عنده أي فكرة عن هاي الأشياء اللي كانت موجودة بسيارته. فبعد 8 أشهر بالضبط تحول طبعا لسجن تبوك. بعد 8 أشهر كانت عنده أول محاكمة، بعد 8 أشهر أول محاكمة. طبعا المحكمة الأولى حكمت عليه بالإعدام تعزيرا، القصاص تعزيرا، وهو معروف أنه بقطع الرأس. استأنف، هو أنكر هاي التهم الموجودة عنده، أنكرها تماما، استأنف. الاستئناف أيضا ما كان مظبوط، يعني ما كان بصالحه. حكموا، طلبنا كمان، أنا تواصلت مع كثير من مؤسسات حقوق الإنسان. أنا بعيش بكندا، أول مؤسسة تواصلت معها أمنيستي بكندا. أمنيستي حكوا لي أنه أحكي مع بريطانيا. أنا صرت أفتش على كثير محلات منظمات حقوق الإنسان بأي مكان بالعالم. بعدين تعرفت على المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مع الأخ علي الدبيسي والأخت دعاء، ساعدوني كثير، كانوا متفاهمين للوضع وساعدوني. الأخ يحيى العسيري بمنظمة قسط ساعدوني كثير، وجهوا لي دعوة الأمم المتحدة، رحت على مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، حكيت ملخص جدا بسيط عن أخي، يعني فيه كل التفاصيل. طبعا أخي تعرض لمحاكمة جائري، كان كثير فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وين ما كان هذا الإنسان، حتى بالسعودية نفسها، سواء كان بالسعودية أو بكندا أو بسويسرا. هاي انتهاكات لحقوق الإنسان، إنه أنت تعقد محكمة لمتهم ما يكونش عنده محامي، وتعرض للتعذيب المبرح، وأثار التعذيب لا زالت على جسده. بعدين رحت على، كمان شاركت في مؤتمر بلندن، مؤتمر صحفي بلندن، كان عن انتهاكات، خصوصي هذا المؤتمر كان عن انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية. أيضا حكيت قصة أخي هناك وما تعرض له. طبعا إحنا الأثار النفسية اللي زي ما حكت الدكتورة حصة هلا منذ قليل، المتنفذين بالسعودية والأمراء وأصحابهم وأصدقائهم هم اللي بيعقدوا، ممكن يعفوا عن أي حدا أو ممكن يطلعوا براءة من أي تهمة أو من أي جريمة. طبعا إحنا ما عندنا أي حدا بالسعودية إنه يكون متنفذ أو يوصل لهدول الناس المتنفذين، لأني أنا بعرف شخص بالأردن من هذول الناس، بعرف ناس كثير. قصة أخوه مثل قصة أخوي، تعرفت عليه على صفحة الفيسبوك لأنه عاملين صفحة للسجناء الأردنيين بالسعودية، المساجين الأردنيين بالسعودية. فحكالي أنه هو طلع أخوه لعشرين سنة، ومن 20 سنة نزلهم لعشر سنين، وطلع بالعفو من أكم من شهر، يمكن 6 شهور أو 5 شهور. فقضية المتنفذين يعني قضية كثير مدمرة وكثير مزعجة،
لأنه إذا أنت كإنسان عادي ما عندك أي حلم متنفذ أو واصل لأمير أو سلطة، يعني أنت بدك تشتري حياتك بالفلوس يعني، وإذا ما عندك فلوس ما عندك ثمن لهاي الحياة، أنت بتفقد حياتك. بالنسبة لي أنا تواصلت طبعا مع السفارة الأردنية بكندا، تواصلت مع السفارة السعودية بكندا طبعا بدون ولا إشي، تواصلت مع السفارة الأردنية بالسعودية، تواصلت مع وزارة الخارجية الأردنية بالأردن، تواصلت كتبت استرحام وقعوا عليه ناس كثير لرئيس الوزراء الكندي، تواصلت مع البرلمانيين بالأردن، يعني تواصلت مع وزارة العدل، اتواصلت مع كل هذول الناس، ما خليت وسيلة. يعني ممكن أتواصل مع القمر، مع العفريت، المهم أنه أخوي حتى كتاب استرحام ب 19 ديسمبر الشهر الماضي، السنة الماضية عفوا، بعت استرحام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بعته رسالة مسجلة مع فيديكس. تواصلت كثير مع الناس. طبعا إحنا كأسرة كثير متضررين من هذا الظلم المجحف، الظلم القاسي، خصوصا انه هذا الظلم يكون من دولة تمثل الإسلام، وهذا دائما دائما الشك حتى بالشريعة الإسلامية بكل القوانين، الشك دائما يفسر، يحسب ويفسر لصالح المتهم وليس عكسه، وليس العكس. فأنا طبعا من خلال مؤتمركم بشكركم كثير على هذا المؤتمر، بشكر ريبريف، أنا نسيت، أنا متأسفة جدا، أنا بشكر ريبريف، مؤسسة ريبريف، كثير كثير ساعدوني بكل الطرق اللي هم بيملكوها، كثير كثير ساعدونا، كثير عملونا، يعني ساعدوني بنقاط مهمة جدا من حيث التواصل مع أخي. التواصل مع أخي كثير صعب، يعني كل 6 شهور ممكن أتواصل مع أخي مرة، أنا أو زوجته أو حدا من أبنائه، كثير كثير صعب 6 شهور 7، يعني إنك أنت ما، طبعا أختي بالأردن تعرضت لأشياء كثيرة من تحرشات لا داعي لها، لو ما كان يعني في الموضوع إنه إنقاذ حياة شقيقها، فاشتركت بالسفارة بالاعتصامات أمام السفارة السعودية، اشتركت بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والمطالبات والاسترحام أمام الديوان الملكي الأردني، كانت راحت على وزارة العدل تتابع الموضوع مع وزارة العدل، عملت الكثير وتعمل ولازالت تعمل، وأنا كذلك لازلت أعمل ولازلت أفتش عن وسيلة أنقذ فيها حياة أخي، لأنني متأكدة أن أخي مظلوم وبريء، وإن لم ينصفه القضاء قد تنصفه منظمات حقوق الإنسان، ومنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان ريبريف القسط. عميق شكري وعظيم شكري للجميع. هذا كل ما عندي، إذا في حدا عنده أي سؤال أنا جاهزة. أنا حكيت القصة باختصار، قد أكون نسيت بعض الأشياء، هي قصة مريرة ومحزنة جدا، و خلاص أنا بالنسبة لي أنا